فيلم النهاردة بيحكي قصة حقيقية حصلت بالفعل سنة 2000 في روسيا، وهي كارثة الغواصة كورس K-141 واللي راح ضحيتها 118 جندي روسي، وده حصل خلال تمرين بحري للجيش الروسي في بحر بارتنز. بيبدأ الفيلم بالطفل نيشا ابن الضابط الروسي ميخائيل وهو تحت المية وبيبص في ساعة باباه، وبيكون ميخائيل بيدربه انه يفضل تحت المية أطول وقت وبيسجل رقم قياسي جديد، وبعد كده بيجري يقول لمامته وبيلعبوا كلهم ويحتفلوا مع بعض بالمناسبة دي، وبعدين بيروح ميخائيل تاني يوم شغله اللي هو في البحرية الروسية. بنشوف بعد كده موظف الحسابات وهو بيقول لهم انه لم يتلقى اي شيء من موسكو، وبيكون الكلام عن المرتبات بتاعتهم المتأخرة، وده طبعا بيغضبهم كلهم لانهم محتاجين فلوس. بيخرج ميخائيل وبينادي على صاحبه هافو وبيقول له يلا بينا كيفي عطانا 800، فبيرد عليه هافو ان خطيبته ضافت حاجات جديدة لازم يشتريها والا هتقتله، وبيكون الكلام هنا عن تجهيزات حفل زفاف هافو واصحابه هم اللي هيشتروها، وبيقول له انهم محتاجين فودكا وبيرة وبلالين وشوية حاجات كده لزوم الفرح، فبيرد صاحبهم التالت اوليج وبيقول له خلاص الغي الفرح احسن بقى. وبعد كده بنروح لصديقهم الرابع انطونو وهو بيعد الفلوس وبيحسب التكاليف، وبيقول لهم ان الفلوس مش هتكفي وان اللي معاهم مش قريب حتى من المبلغ المطلوب، فبيرد عليه ميخائيل وبيقول له ما تقلقش هنتصرف، وبيقول لهم يلا بينا عشان ما نتاخر، وبيروحوا بعد كده علشان يشتروا الحاجات ويطلبوا من البائع انه يصبر عليهم في باقي الفلوس، لكنه بيرفض ومش بيلاقوا قدامهم حل وقتها غير انهم يدوا له الساعات اللي هم لابسينها. بنروح بعد كده الفرح هافو، وبعدين بتلاحظ مراته ان ساعته مش في ايده وبتسأله عليها، فبتكتشف ان كلهم باعوا الساعات علشان يشتروا الحاجات دي، وبيتأثروا بقى كلهم ويعيطوا وكده. تاني يوم بيروح ميخائيل على شغله وبيكون عندهم تدريب على الغواصة في اليوم ده، وميخائيل بيكون هو القائد المسؤول عن كل الأقسام اللي في الغواصة، وبيقابل هافو هناك وبيسلم عليه وبيقول له يا عم انت ايه اللي جابك ده، انت لسه عريس جديد، وبيكون هافو هو المسؤول عن قسم التوربيدات وبيسأله ميخائيل عن الوضع عنده، بيقول له انه تمام الى حد ما بس درجة الحرارة 130 وده مرتفع شوية عن العادي. بنروح بعد كده لأنطون وهو بيختبر المفاعل وبيتمم على القسم اللي هو مسؤول عنه. بيروح ميخائيل بعد كده للقسم الخلفي اللي فيه اوليج وبيتاكد ان كل شيء عنده تمام، وبيقول له على التعليمات اللي يعملها وانه يتاكد تاني من جميع الاجهزه ويشيك عليها. بعد كده بيدي الامر بالتحرك وبتبدا الغواصه تتحرك من الميناء وتغوص في البحر، وبنشوف الاطفال ولاد الطاقم بتاع الغواصه وهم بيودعوهم، ومن ضمنهم نيشا ابن ميخائيل. بعد كده بنطلع لسطح البحر وبيدخل قائد الاسطول الشمالي الادميرال جرود زينيسكي، بيطلب قهوه وبيبدا يراجع معاهم التعليمات والاجراءات اللي المفروض يعملوها، وبيقول القائد اللي تحته هو لازم اعمل كل حاجه بنفسي، فبيقول له لا، فقال له خلاص اتعامل انت بقى. بيمشي بعد كده مع الضابط المساعد بتاعه، والضابط بيقول له ان شكل السفن رائع، فبيرد عليه الادميرال ان من 20 سنه لما يكون في تدريب زي ده بيبقى موجود 3 اضعاف عدد السفن دي، دلوقتي نصهم بيعاني من الصدأ ومركون والباقي اللي اتباع منهم واللي بيستخدموهم لاغراض تانية، وبيحكي له عن السفينه اللي هو كان قائدها وانها حاليا تم ازاله الصواريخ منها وبقت بتوصل اللحوم والخضروات للقواعد البحريه بتاعتهم اللي في اماكن بعيده، وبيقول له يعني مثلا لو حصل هجوم امريكي دلوقتي ساعتها هنبقى نحاربهم باللحوم والخضروات. وبنروح بعد كده للبحريه البريطانيه وبنشوف الكابتن راسل المسؤول عن اسطول الغواصات، وبيكون مسؤول عن متابعه التدريب الروسي وبيسال على عدد السفن والغواصات، ولازم طبعا يكون عارف كل التفاصيل علشان تامين الاسطول الخاص بيه. بنرجع بعد كده للغواصة كوريسك، والقائد بياخد تمام بعدد الصواريخ والتوربيدات وبيسأل عن التوربيد اللي كان هافو بيتكلم عنه واللي درجة حرارته بترتفع، وبيقول انه قلقان من الصاروخ ده بالتحديد لانه من نوع رخيص وخطير في نفس الوقت. وبنشوف هافو هنا وهو متوتر وزميله بيقول له ان درجة الحرارة وصلت 135، وبيبص في ساعته علشان يشوف وقت اطلاق التوربيد وبيفتكر طبعا ان هو باعها، وبيكون مستعجل على اطلاق التوربيد ده لانه خايف انه يسبب كارثة قبل اطلاقه. بعد كده بيجتمع بيهم القائد وبيشرح لهم مراحل التدريب وبيسألهم لو في اي مشاكل، كل واحد بيدي تمام القسم بتاعه، وهافو بيقول له على مشكلة ارتفاع حرارة التوربيد، وبيقول له القائد تمام هنتخلص منه في اول عملية اطلاق، وبينتهي الاجتماع على كده. بينزل طاقم الغواصة على اماكنهم وبنشوف ميخائيل وهو بيبص لصورة اسرته. بعد كده بنروح لقسم هافو وهما بيستعدوا لاطلاق التوربيد الاول، وبيبلغوا زميله بدرجة الحرارة اول باول وانها بترتفع بشكل اكبر. بعد كده هافو بيطلب يتواصل مع القيادة وبيبلغ الكابتن، ولكن الكابتن بيقول له عادي مفيش مشكلة كمل. وبعدها هافو بيقول لزميله ابدأ صلي وادعي من دلوقتي، فزميله بيرد عليه يقول له انا مش شخص متدين، وساعتها بينفجر التوربيد وهو لسه داخل الغواصة وبيسبب تدمير جزء كبير منها. كله بيبدأ يجري طبعا وياخد احتياطات التأمين المتاحة، وبيحاول ميخائيل يتواصل مع هافو ولكن طبعا محدش بيرد، وبيقول عسكري لميخائيل ان حصل انفجار عند درجة 200، وبتظهر شاشات كلها ارقام بتجري بسرعة، وبعد كده كل الشاشات دي بتتوقف عن العمل، وساعتها بيتأكدوا ان القسم ده خلاص خارج النطاق، وفجأة بتنفجر باقي التوربيدات والصواريخ، وهنا طبعا بيحصل تدمير اكبر لجزء اكبر من الغواصة، وبتبدأ المايه تدخل من كل مكان، وبيبدأ ميخائيل يخلي القسم ده ويوجه كل
اللي فيه للقسم اللي بعده لأنه بيكون أأمن، وبيحاول يتواصل مع الأقسام اللي قبله وبيلاقي الوضع أسوأ بكتير وبيودعوا بعض. بينزل بعد كده ياخد صورة عيلته ويطلع على القسم اللي بعده مع باقي زمايله، وبيسأل عسكري عن اللي حصل، ولكن ميخائيل بيقول له لسه مش عارفين بالظبط. فبيقول له العسكري احنا في الخلف عشان كده احنا أحياء، يبقى الانفجار حصل في الأمام. وبيقترح شخص تاني انهم يخرجوا من الفتحة اللي موجودة في السقف، لكن ميخائيل بيرفض طبعا لانهم على عمق كبير ولو خرجوا مش هيلحقوا يوصلوا لسطح البحر. وبيقول لهم ان احنا قدرنا نأمن القسم ده وهنفضل هنا لحد ما نشوف اللي هيحصل. وبيبدأ يوزع العساكر كل واحد على مكانه، وبيكون واثق ان القيادة مش هتسيبهم وهتنقذهم. وبيطلب المطرقة من ساشا علشان يبدأ يخبط بيها ويعرفهم انهم على قيد الحياة، ولكن طبعا بيكون لسه محدش حس بحاجة ولا بعتوا اي وسائل انقاذ او اي امدادات. بنروح بعد كده للبحرية البريطانية وبيبلغوا القائد بتفاصيل الانفجارين اللي حصلوا، والقائد بيعرف وقتها ان الروس فقدوا الغواصة وبيبدأ يطلب تحديد موقعهم علشان يتابع معاهم، وبيطلب من المساعد بتاعه الاتصال بالادميرال في قيادة الاسطول الشمالي. وبنروح للادميرال بعد كده وهو بيتابع الانفجار ومش بيكونوا قادرين يوصلوا لتفاصيل كفاية، وبيطلب ارسال الدرون علشان يقدروا يشوفوا الوضع بشكل اوضح ويسمعوا لو في اي اصوات وفي ناس عايشين. وبنرجع لميخائيل وهما بيحاولوا يفرغوا المايه اللي دخلت القسم ويأمنوه اكتر، وبيشوف عسكري قاعد خايف ومتوتر وبيحاول ان هو يطمنه ويقول له انهم هينقذوه. وبنرجع للادميرال وهو بيتابع الدرون ولكن الصوت مش بيكون شغال، ولما بيسأل عن الصوت الضابط بيقول له انه بايظ وهيصلحوه قريب. طبعا كده مش بيكونوا قادرين يسمعوا صوت الخبط ومش هيعرفوا ان لسه في احياء. بنروح بعد كده لتانيا مرات ميخائيل لما بتسمع ان في حاجه حصلت للغواصه، بتروح لمقر الاداره وبتسالهم علشان تعرف اي تفاصيل، لكن مفيش حد بيقول لها اي معلومه. وبتروح بعد كده للمينا علشان تسال عن اذا كان في حد راح يساعدهم ولا لا، وبيقول لها الضابط انه اسف مش هيتحرك الا لما تجيله تعليمات ان مازال في احياء. وبنرجع تاني للغواصه وبيكونوا كلهم مرهقين طبعا من اللي حصل، والاكسجين بيكون قرب يخلص منهم. بيطلب ميخائيل تشغيل مولد الاكسجين لكنه مش بيشتغل معاهم للاسف. بنروح بعد كده للادميرال وهو بيتابع الدرون بعد ما الصوت اشتغل، وبيفضلوا منتظرين انهم يسمعوا اي اشاره، وبعد فتره بيسمعوا خبطهم فعلا، وهنا بيفرحوا طبعا انهم قدروا يعرفوا ان لسه في احياء، وبيبداوا تجهيزات الانقاذ. وبتتحرك السفينه اللي في المينا وبيروح ضابط لتانيا يبلغها ان لسه في احياء. بتخرج وهي مبسوطة وبتنادي على كل جيرانها اهالي الضباط والعساكر وبتبلغ. وبعد كده بنروح لقيادة البحرية البريطانية وبيكونوا متابعين تحرك سفينة الانقاذ، وكده بيكونوا عرفوا ان لسه في ناس داخل الغواصة مازالوا على قيد الحياة. وبيقول القائد ان السفينة على ظهرها غواصة انقاذ صغيرة ومن طراز قديم، وبيقول ان الروس اصلا كان عندهم 3 غواصات انقاذ، باعوا واحدة منهم لامريكا علشان يستخدموها لاغراض سياحية للاغنياء علشان يروحوا يتفرجوا على تايتانيك، والتانية فيها مشاكل ومازالت عالقة في البحر الاسود، والتالتة دي اللي هم بعتينها ما تنفعش حتى انها تغوص في حمام سباحة. وبيسألوا ضابط تاني اذا كان الروس طلبوا مساعدة، قال له انا اتصلت بيهم لكن لسه ما فيش رد. وبيقول لهم اننا هنجهز فرق الانقاذ وكل اللازم وننتظر الموافقة منهم علشان نتدخل. بعد كده بنروح لضابط من البحرية الروسية مجتمع بالاهالي علشان يبلغهم بالمستجدات، لكنه بيبدأ يتكلم عن قوة البحرية الروسية وتاريخها والفيلق الشمالي والكلام الاعلامي ده. فبتقوم مرات ميخائيل وبتقطعه وبتقول له احنا جايين علشان نعرف وضع الغواصة، فبيتجاهلها ويكمل كلامه برضه وبيتعصب باقي الاهالي وبيقوم الضابط ويمشي. بنرجع بعد كده للغواصه وبيكون ميخائيل بيحاول يشجع زمايله ويديهم امل في النجاه، وبيقرر انه ينزل هو وساشا يجيبوا خراطيش اكسجين من القسم اللي تحت، والموضوع مش بيكون سهل طبعا لكن مفيش قدامهم حل تاني. بعد كده ساشا بيغمى عليه وهم تحت المايه، وبيحاول ميخائيل انه يفوقه وبيطلب منهم انهم يفتحوا الباب بسرعه. بيفتحوا الباب وبيلحقوهم، لكن بتكون دخلت كميه كبيره من المايه قبل ما يقفلوا الباب تاني، وبيكونوا قدروا انهم يجيبوا كميه بسيطه من خراطيش الاكسجين. تاني يوم الصبح بتكون وصلت غواصة الانقاذ وبيحاولوا يوصلوها بالغواصة الكبيرة، لكن ده بيكون محتاج قوة دفع عالية والغواصة بطاريتها مش بتكون مساعدة وبتفشل العملية. بيحاولوا اكتر من مرة لكن العملية بتفشل برضو، والغواصة الصغيرة بتصطدم بالغواصة الكبيرة كمان علشان تبقى كملت. طبعا بيضطروا انهم يرجعوا علشان يشوفوا المشكلة ويعالجوها، ده بيسبب غضب عند الناس اللي جوه الغواصة واللي كان عندهم امل في انهم خلاص هينقذوهم، وبيكونوا بدأوا يفقدوا الامل خلاص. ولكن ميخائيل برضو بيحاول انه يهديهم ويطمنهم وبيقول لهم انهم هيحاولوا تاني ومش هيسيبونا. وفعلا غواصة الانقاذ بترجع تاني وبيحاولوا محاولة تانية، لكن برضو المحاولة بتفشل. وبعد كده بيتواصل الادميرال مع البحرية البريطانية ويشرح لهم الوضع، والبحرية البريطانية طبعا بيكونوا عارفين كل اللي حصل وبيكونوا جاهزين ومستعدين للتدخل بمجرد موافقة الروس. وبيتم طبعا اعلان الكلام ده في الاخبار، وان البريطانيين بيعرضوا المساعدة على الروس، ولكن بيطلع قائد الجيش الروسي يرفض اي تدخل اجنبي ويأكد انهم قادرين يحلوا المشكلة. والادميرال بيطلب من القائد اكتر من مرة انه يسمح
تدخل البريطانيين ولكنه بيرفض. وبيطلع بعد كده قائد الجيش الروسي يجتمع باهالي طاقم الغواصة علشان يطمنهم، وان الرئيس شخصيا مهتم بالموضوع وانهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه لانقاذهم. فبتقاطعه تانية وبتسأله عن وضع الغواصة وحالة الطاقم وهل في تواصل بينهم ولا لا، وبتسأله كمان عن المساعدة الاجنبية اللي اتعرضت عليهم وهل وافقوا عليها ولا لا، ولكنه بيكذب عليهم وبيقول لهم ان الغواصة في مكان عميق جدا ومفيش مستوى للرؤية كويس. وهنا بيكون قاعد معاهم شخص كان ضابط متقاعد في البحرية قبل كده، وبيقول لتانية بصوت واطي ان الكلام ده مش صحيح وان البحر في المنطقة دي مش بالعمق اللي هو بيتكلم عنه ده، لكن طبعا الشخص ده ما عندوش الشجاعة ان هو يتكلم هو. فبتتعصب تانية وبتقول لقائد الجيش ان البحر مش بالعمق ده وان انتوا بتكذبوا علينا، وبيبدأ باقي الاهالي يتعصبوا وينفعلوا وخصوصا ام اوليغ، وبتقول ان جوزها كان ضابط هو كمان في البحرية ومات في نفس الغواصة دي قبل كده من كذا سنة، ويبدأ الناس كلها تهيج اكتر، وبعد كده بيحقنوها بمادة مخدرة علشان تهدى. وبعد كده بيتصل الادميرال بالقائد راسل ويطلب منه التدخل والمساعدة على مسؤوليته، وبيقول له راسل انه هيبعت فرقة انقاذ من عنده بالتعاون مع البحرية النرويجية، ولكن هيكون قدامهم حوالي 11 ساعة لحد ما يوصلوا لمكان الحادث. وبيبدأ بالتحرك بالفعل وبيطلب الاذن من البحرية الروسية انه يتوجه لمكان الحادث، ولكنهم بيردوا عليه انه يخليه في مكانه وما يتحركش الا اذا تلقى رد منهم. وبيكون الطاقم اللي فاضل في الغواصة خلاص جابوا اخرهم والاكسجين بيخلص منهم، وبيروح بعد كده القائد البريطاني يقابل قائد الجيش الروسي وبيعرض عليه التدخل مرة تانية، ولكنه برضه بيرفض التدخل، وبيقول له ان احنا قادرين اننا نحل المشكلة، وتأكد ان احنا لو محتاجين اي مساعدة هنطلب احنا منه. وبنشوف غواصة الانقاذ الروسية بعد كده وهما بيحاولوا يوصلوها مرة التالتة وبرضه بتفشل المحاولة، وطبعا مش بيكون في قدامهم اي حل وبيضطروا انهم يرجعوا، وبيكون خلاص مفيش اي امل في نجاة الطاقم. وكمان الطاقم اللي جوه الغواصة بعد ما بيحسوا ان خلاص مفيش امل بيبدأوا يستسلموا للموت. وتاني يوم بيوصل الغواصين ولكنهم بيكتشفوا ان المية اتسربت للداخل، وبيبعتوا اشارة كمان علشان يتأكدوا لو كان لسه في حد عايش جوه، لكن طبعا بيكونوا كلهم ماتوا. بنشوف بعد كده ابن ميخائيل في الجنازة وهو واقف قدام صورة ابوه، وبتكلمهم بعد كده مرات ميخائيل عن قد ايه هو كان بيحب شغله علشان بيخدم بلده وان بلده خذلته. وبعد الجنازة قائد الجيش بيسلم على الاطفال، ولكن نيشا مش بيرضى يمديله ايده، وكل الاطفال اللي بعد نيشا بعد كده كمان بيرفضوا انهم يسلموا عليه. وبعد ما بيمشوا بيجي ضابط زميل ابوه وبيديله ساعة وبيقول له ان دي كانت ساعة ابوه. كده يكون خلص فيلمنا النهاردة، اتمنى يكون نال اعجابكم، وقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو في اي افلام معينة عاوزين نلخصها مع بعض. ما تنسوش طبعا الاشتراك وتفعيل الجرس علشان تشوفوا اي فيديو جديد.